أنا المتي سابق تركي بن مزيد بن زيد العصيمي من السعودية، من سكان الرياض. مشارك في مسابقة شاعر المعنى، مسابقة ناجحة وأثبت النجاح النسخة الأولى، واللجنة الموجودة شعار ومعروف عنهم الشفافية والمصداقية، والقناة معروف عنها قناة المجتمع الواحد. والله يوفق الجميع. والله الفكرة عدة أسباب: نجوح البرنامج، طموح أي شاعر، كل شاعر يطمح للظهور وللطلوع، وشيء شرف لكل شاعر أنه يشارك في شاعر المعنى، وأنه يدخل 48، وأنه يصل للحلقات الأخيرة. من خلال متابعتي لقناة الساحة لاحظت اسمي مع أسماء المتأهلين في 48، والحمد لله رب العالمين. ودقوا علي الأقارب يباركون ووصلوا لي الخبر، وأنا متابع الخبر وشايفنا لقناة الساحة. والله يوفق الجميع. والله المرحلة قوية ومنافسة قوية وبث مباشر وجمهور، لكن الحمد لله رب العالمين. واثق في نفسي، وواثق في شعري، وواثق في البرنامج كله، ولا عندي أي مشكلة، الحمد لله رب العالمين. عسى الله يزين تالي الحال بأحسن حال، وعسى الله اللي أشانت علينا يزينها، وعسى الله يفرج كربة ضاق منها البال، أحاول ما بينها وبانت بواينها، علشان ما تشمت بي العالم الأنذال، أفصل ثياب الستر والبس من أحسنها، وأقول الحمول خفاف لو الحمول ثقال، علشان ويشبيح الأسرار وأعلنها، تعلمت كيف أصبر على وقتي الميال، تعلمت كيف أحفر الأسرار وأدفنها، تعلمت كيف أعرض عن علوم قيل وقال، وعرفت إن خلق الله لا منها ولا عنها، بلا شنقد الجهال واشرح على العقال، ولا للزوم فيسر الناس ويمنها، وأنا بيني ومن بين نفسي عتب وجدال، ولا مزكي نفسي ولا نيب ضامنها. سلامتك. أنا هو شاعر المعنى، شاعر المعنى.